إسعافات أولية قد تتطور إلى إجراء عمل جراحي عندما يتوفر الطبيب ذو الاختصاص المناسب، ويستمر الجرحى بمراجعة المشفى لتلقي العلاج وتبديل الضمض إلى أن يشفى الجرح بشكل كامل. يا خي جينا على مشفى الميداني ما في دواء، لحتى دواء سفلي ما في، دواء سخوني ما في، أطفالنا ذهبت نقلت الدواء، عم نروح على الصيدليات ما في، على مشفى الميداني ما في. إلا أن صيدلية المشفى تعجز عن تلبية حاجات المرضى من السكان الذين ينتظرون تطويرها بفارغ الصبر، فالمشافي في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام باتت حكرا على شبيحته وجيشه. إذن مشاهدينا